نظفت المراحيض والأرضيات حتى أصبح بإمكانها التهام الطعام من الأرض لشدة نظافتها، لكن من سينظف عقلها المدبر؟ عمن أتكلم؟ سأريكم. هذه الشقراء التي ترونها أمامكم هي سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. لم تكن امرأة عادية أبداً، كانت توسوس في عقل نتنياهو حتى عدتها الصحف العبرية والعالمية مشاركة في صناعة القرار بتل أبيب. لماذا برأيكم؟ هذا نتنياهو صنف بأنه زعيم لدولة الاحتلال، هذا اللقب لم يأتي من العدم، فهذه الشقراء يقال بأنها أبرمت عقدا مع زوجها المصون يمنحها سيطرة شاملة على حياتهما، بما في ذلك السماح لها بالموافقة على تعيينات رؤساء الموساد والشباك وجيش الاحتلال. هذه الشقراء أيضا لم تكتفي بذلك، بل استمرت محاولاتها بالسيطرة حتى اغتصبت لقب السيدة الأولى من السيدة الأولى، وإليكم المزيد. هذه الشقراء كشفت مؤخراً عن نية القيادة العسكرية الإطاحة بزوجها المصون وتنفيذ انقلاب عسكري ضده. تعاطفها مع زوجها لم يكن بالمجان، فقد تحول هذا المصون إلى درع بشري يحميها من تهم الفساد والاحتيال وإساءة استخدام المال العام التي نصبت إليها مراراً. يقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة، ولكن في دولة الاحتلال تختلف المقاييس، فوراء كل خبيث امرأة شقراء كهذه.